في حيالة إذا بدك حساسيات أو ضغوطات معينة، هي نوع من نفس كبير ونحن بحاجة لهالشيء، لهالحرية ولهالتعبير. يعني إذا بيروح هالشيء من العالم العربي ما بيبقى شيء. يعني لكن يبقى كيف كيف أيام قرطاج السينمائية متنفس للمواطن التونسي، مش يخرج شوية من البوت هذه والانتخابات وجو هذه كلها، ويشوف أفلام عربية وإفريقية خاصة، ويكتشف الأعمال متاع التونسي.